السلام عليكم، وياكم المهندسة رن زهير من مركز تكنولوجيا المعلومات الجامعة التكنولوجية. اليوم محاضرتنا عن برنامج الأكسل الخاص في دورة كفاءة الحاسوب. بالبداية راح نجي نفتح برنامج الأكسل من خلال الستارت، مجرد ما أضغط ستارت أكتب مايكرو سوفت، راح تظهر عندي كل برامج الأوفيس. أنا أختار مايكروسوفت إكسل 2010. انفتحت عندي واجهة الإكسل. طبعاً باي ديفولت واجهة الإكسل تتكون من 3 شيت مثل ما موضح عندكم هنا. في حال إذا احتاجيت شيت إضافي للشغل مالتي راح اختار هذا الاختيار اللي هو insert worksheet، من خلاله راح يتولد عندي sheet 4. ايضا اذا احتاجيت شيت اخر اقدر اضغط مرة اخرى بالinsert worksheet وراح يتولد عندي sheet 5 والى اخره حسب شغلي وحسب ما انا شقد احتاج ورقة او شيت في العمل مالتي. حاليا راح ارجع الى sheet 1، راح اشتغل على شيت 1. بس انا شريد اريد اغير اتجاه الصفحة هنا، راح اروح على بيج لاي اوت. بمجموعة الشيت اوبشنز اختار شيت رايت تو ليفت، ظهرت عندي الصفحة بهذا الشكل. اليوم راح نشتغل على درجات طلاب، راح أسوي جدول خاص بدرجات الطلاب. أنا عندي نسخة من الدرجات راح أخذها بشكل كوبي وأضيفها هنا بشكل بيست بس حتى تظهر عندكم بهذا الشكل. بالبداية طبعا الخط هنا صغير، راح أجي شوية أكبر الخط بالنسبة لهذا الصف. أروح على الهوم بالفونت، عندي هذا الأوبشن راح أسوي مثلا 16. بس ظهرت عندي فد شغلة أنه المسافات قليلة بين كل كولوم كولوم أو بين كل عمود وعمود، فأنا شو راح أسوي؟ راح أجي أكبر المسافة بين كل عمود وعمود، فراح أوقف بهذا الشكل على هذا الخط وأسحب بهذا الاتجاه بالكليك الأيسر، راح تكبر عندي المسافة بهذا الشكل بالنسبة لكل الجدول أو التيبل. راح أجي أيضا أكبر درجات الطلاب مع اسم الطلاب. هنا أنا راح أختار مثلا رقم 14، وإذا احتاجيت أكبر المسافة أيضا أكبرها بعد أكثر حتى تكون واضحة. حاليا أنا محتاجة شغلة أخرى، أنه لازم أسوي فد حدود لهذا التيبل اللي عندي. فش راح أسوي؟ أجي أحدد كل التيبل بالكليك الأيسر وأروح على مجموعة الفونت. مجموعة الفونت راح أختار فد اختيار اسمه bottom border. bottom border أختار من عنده all borders. all borders هنا أنا كمل عندي التيبل وصار جاهز بهذا الشكل. إذا حبيت مثلا أغير لون هذا السطر أو الصف راح أجي أيضا أحدده وأروح بمجموعة الفونت أختار مثلا full color. هنا أنا طبعا غيرت لون محتويات الخلية الموجودة داخل التيبل، كل خلية موجودة داخل التيبل غيرت لونها. زين، هنا أنا إذا أريد مثلا أطلع مجموع درجات كل طالب، إيش راح أسوي؟
في البداية أجي أكتب سام، أضم السام للتيبل اللي عندي أيضا باختيار البوردرز، أجي أحدد من أول درجة بالنسبة للطالب اللي عندي رقم 1 إلى أن أوصل إلى السم. حددت كل الدرجات اللي عندي، أروح على مجموعة الإيديتنج أختار أوتو سم بهذا الشكل. هنا أنا طلع لي مجموع درجات الطالب بالنسبة الأول طالب عندي. في حالة إذا كانت مواضحة طبعا أكبر الخط، أفضل إنه أكبر الخط لكلهم حتى يكون واضح عندي. أجي بالنسبة للطالب الثاني راح أحدد من أول درجة إلى أن أوصل للسم، نفس العملية أروح على الإديتنج أختار السم وراح أكرر نفس الشغل بالنسبة لباقي الطلاب بهذا الشكل. لهنا أنا صارت واضحة، نجي نكمل. إذا أريد مثلا أطلع أكبر رقم موجود بالنسبة لكل عمود أو لكل كولوم، شو راح أسوي؟ مجرد ما أكتب كلمة ماكس هنا وأضم السطر الخاص بالماكس إلى التيبل اللي عندي أيضا من البوردرز هذا الشكل، أجي أحدد درجات الطلاب من أول درجة إلى أن أوصل للماكس بهذا الشكل، وأروح بنفس المجموعة اللي هي الإديتنج أيضا أختار من أوتو سام، بس وين أروح هنا أنا على رابع اختيار اللي هو الماكس، طلع لي 90. هنا أنا 90 هي أكبر عدد موجود بالنسبة للمواد اللغة العربية، كذلك هكرر نفس الشغل بالنسبة لباقي المواد، حتى في حالة إذا ما فهمتوا بالنسبة لأول مادة راح تتهمون البقية إن شاء الله. لهنا أنا طلعت أكبر عدد موجود لكل مادة بالنسبة لدرجات الطلاب. زين، إذا في حالة ردت بالعكس، ردت أطلع أصغر رقم موجود بدرجات كل طالب، هنا أنا أقدر أسوي نفس الشغل هذا اللي سويته، بس مجرد ما أروح على الإديتنج أوتو سام راح أختار ماني، أعتقد صارت واضحة بالنسبة لكم، بس أكتب MIN ماني وأجي أحدد العمود الأول وأختار ماني بهذا الشكل، راح يطلع لي أصغر رقم موجود بالنسبة لكل عمود. في حالة إذا العمود الخاص بالسم أنا ما أحتاجه أريد أحذفه، شلون أحذفه؟ راح أضغط كليك أيسر هذا الشكل، ثم كليك أيمن، أروح على أوبشن اسمه ديليت هذا الشكل، انحذف عندي العمود الخاص بالسم. إذا أردت أطلع معدل درجات كل طالب موجود عندي بهذا التيبل، شو راح اسوي؟ اجي اكتب هنا average او مختصر AVG، صار عندي عمود اضافي،
راح أجي أضمه للتيبل الموجود عندي بهذا الشكل. أيضا أروح على مجموعة الفونت وأختار البوردرز. هذا الشكل صار عندي عمود إضافي بالنسبة للتيبل. راح أجي أحدد درجات الطالب الأول من أول درجة إلى أن أوصل للأفرج بهذا الشكل. وأيضا أروح على مجموعة الإديتنج أختار ثاني اختيار اللي هو الأفرج بهذا الشكل. طلع عندي 77.8 هنا معدل درجة أول طالب عندي بهذا الشكل. طبعا أكبر الخط حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. هذا الشكل. وأيضا راح أكرر نفس الخطوات بالنسبة لباقي درجات الطلاب بهذا الشكل. لهنا أنا إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم. هاي بالنسبة للأفرج اللي هو معدل درجات الطلاب. في حالة إذا أنا عندي رقم يكون بشكل عدد صحيح وأريد أحول هذا العدد الصحيح إلى رقم عشري، مثل عندي هذا الرقم اللي هو 84. 84 أريد أحوله إلى عدد عشري. أروح على مجموعة النمبر أختار هذا الأوبشن اسمه كما ستايل. صار عندي عدد 20. طبعا نرجع هسه لجدولنا نكمل شغلنا عليه. حاليا اذا كان عندي ايضا مثلا مو شرط يكون جدول درجات طلاب، مثلا عندي مجموعة اسعار واريد اضيف لهذا الرقم اضيف له عملة سواء كانت بالدولار او بالدينار العراقي او اي عملة اخرى، فاروح على نفس المجموعة مال نمبر اختار هذا الاوبشن احوله مثلا الى الدولار. صار عندي هذا الرقم متحول الى الدولار بهذا الشكل. حاليا راح ارجع الى الجدول مالتي. طبعا أنا فيها من أرجع أضغط على هذا الأوبشن اللي هو أندو أو باك، فأني رجعت للتيبل مالتي. إذا أريد أدمج في خليتين، مثلا عندي هذه الخليتين أريد أدمجهم وأسويهم خلية واحدة، راح أجي أحدد هذه الخلية مع الخلية اللي بعدها وأروح على مجموعة اسمها الألاينمنت. هذه هي أختار ميريج أند سنتر. ميريج أند سنتر يعني دمج وتوسيط. فبهالحالة التيبل كان عندي بي هذه الخليتين دمجتهم وصارت عندي خلية واحدة بهذا الشكل. في حالة إذا أريد أرجع للتيبل السابق مالتي راح أضغط على الأندو ويرجع عندي شكل التيبل السابق. إذا أريد أسوي فد شارت معين أو مخطط بالنسبة لكل درجات الطلاب الموجودة عندي بهذا التيبل، ايش راح اسوي؟
اروح على الانسرت واجي احدد كل هذا التيبل موجود عندي بالكليك الايسر. وراها اروح على charts، مجموعة charts هختار مثلا كولوم بهذا الشكل. هنا أنا ظهر عندي chart خاص بالنسبة لهذا التيبل اللي هو بتباين نسبة درجات الطلاب من أول طالب إلى آخر طالب وحسب المواد مثل ما متسلسل عندي بهذا الشكل. حاليا كملت عندي درجات الطلاب وسويت عليها عدة عمليات حسابية. اريد هسه اشتغل على شيت اخر، مثلا افتح شيت 2 وايضا راح اجي احول اتجاه الصفحة من page layout sheet right to left بهذا الشكل. مثلا راح ادخل مجموعة ارقام هذا الشكل، اجي احددها وشوية اكبر الخط من الهوم هذا الشكل. عندي هذه مجموعة الارقام كتبتها بشكل تصاعدي من اقل رقم الى اعلى رقم. اذا اريد احولها بشكل تنازلي من اعلى رقم الى اقل رقم، ايش راح اسوي؟ راح اجي احدد كل الارقام الموجودة عندي واروح على مجموعة الايديتنج، اضغط sort and filter، sort largest to smallest. مجرد ما اضغط عليه راح يتحول عندي ترتيب الارقام من الترتيب التصاعدي الى الترتيب التنازلي بهذا الشكل. في حال اذا اردت ارجع الارقام بالترتيب العكس الموجود اللي عندي، يعني ارجعها لاصلها، ايضا حاجة احددها بس اختار sort smallest to largest. فبهالحالة صار عندي الترتيب من اقل رقم الى اعلى رقم. الى هنا تنتهي محاضرتنا، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا منها. كل التوفيق لكم يا رب ومع السلامة.